احبائي المصورين واحبائي شوت ليرن، مرحبا بكم في ايبيزود جديد. بون ليبيزود نتاع اليوم نعرف اللي انتم اكيد راكم باهتين تقول شبيه انيس هبط دوز ايبيزود في جره بعضهم الجمعه هذه. اخويا انا قلبي كبير ونحب ندللكم، هذاك علاش هبط ليبيزود هذه. دونك العام جديد حبيت نبدا في حاجه جديده وحاجه فريش، دونك حبيت نعمل لكم حاجه كيما نقولوا النيوز نتاع اخر تكنولوجيا في التصوير، وخاصه اليوم نايكون دلتنا وخرجت لنا بواتي جديد اللي هو نايكون 780 اللي هي الاخت الصغيره نتاع نايكون 750 كما هذه اللي عندي انا. دونك باش نحكي لكم عن نايكون هذيه وباش نحاولوا نشوفوا لشكون نايكون هذيه وباش نحاولوا زاده نفهموا شنو هما الحاجات الجدد والتكنولوجيا الجديده اللي قاعده تخرج في المارشي نتاع التصوير. دونك نايكون 780 فيها 24.5 ميجا بكسل بي اس اي سيموس سنسور. شنو معناها؟ معناها الكابتور هذايا عنده طاقات قويه برشا في الحالات الظلمه. دونك في كيما عندك حاله ظلمه وما عندك إضاءة خاصة متاع ستوديو الحاجة، دونك يعطيك كاليتي متاع إيماج صافية خاصة كي تطلع في الإيزايسو العالين. وبتبيع مع الكابتور هذية اللي هو يشبه برشا للزد 6 إذا كانت تعرفوها المصورة الجديدة متاعهم زادة الزد 6 متاع نايكون اللي هي ميرولس. فما الإكسبيد 6 البروسيسور متاع النايكون الجديد اللي هو يخلي الكاميرا تعمل بروسيسنج متاع التصاور والدينويزنج متاع التصاور في سرعة حلوة برشا. دونك الإيزايسو متاعها المصورة هذية من 100 حتى كشي 51200، وخاصة الحاجة اللي باهية برشا اللي نحسوا المصورة هذية هي قولش عليها هايبريد دي اس ال ار. شو معناتها هايبريد دي اس ال ار؟ معناتها كاني ميرورلس اما فيها او في اف. شو معناتها الاو في اف؟ او في اف هو كل الوحدة اللي تحطها في عينك هذيك الفيزور اللي تغزر منه، هذي اوبتيكال فيو فايندر. معناتها هذي ماهوش كل ايكرون كيما الاي في اف في المصورات اللي راوهم تويكا جدد كيما الاي او اس ار والا لي باناسونيك مثلا. دونك فيها هذيا ستون دي اس ال ار، دونك فيها او في اف، والاو في اف هذيا كي تبدا تحب تصور انت كونتينيوس شوتينج. دونك في الكونتينيوس شوتينج عندك 7 اف بي اس، معناتها 7 اف بي اس كي تستعمل الاو في اف. ولكن هنا الهايبريد وين نحسوه؟ نحسوه كي نجيو نحكيو على اللايف فيو مود. الكلكم اللي تعرفوا لايف فيو مود وقت اللي تستعمل الاكرون تاعك، وقت اللي تستعمل الاكرون تنجم تصور حتى 8 اف بي اس وقت اللي تستعمل لايف فيو مود. ولكن نايكون لهنا والبرفورمانس نتاع المصوره هذيه طلعوا اكثر من هكايا ووليت فيها 12 اف بي اس اذا كانك تطيح في الكاليتي نتاع الرو. دونك وقت اللي تستعمل 12 بيت رو في المصوره نتاعك تنجم تصور حتى 12 اف بي اس، معناها المصوره هذيا عادي جدا تنجم تستعملها في السبورت فوتوغرافي والا حتى في الوايلد لايف فوتوغرافي وقت اللي تحب تصور العصافر. دونك بالطبيعه نتعدى للفوكس بوينت اللي فيها 51 فوكس بوينت ومنهم 15 كروس تايب. شنو معناها هذيا؟ معناها عندك بزيد فوكس بوينت تنجم تستعمل المصوره هذيا بأريحية تامة. معناها المصورة هذية بين أنه يحب نايكون يجبدوا جماعة اليوزرز نتاع 750 ويحبوا يعملوا لهم أبجريد في المصورة، خاصة تويكا قاعد نشوف اللي قالوا نايكون اللي عملوا الألغوريثم نتاع دي 5 حطوه في وسط 780 النايكون 780. دونك الألغوريثم هذايا يحسن برشا 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 في الطاقة نتاع الأوتو فوكس نتاع المصورة هذية. دونك بالطبيعة كي تستعمل زادة اللايف فيو مود لهنا تتحول المصوره معاش من دي اس ال ار تولي ميرورلس ولا هايبريد كما قلت قبيله. دونك لهنا كي تستعمل اللايف فيو مود تولي عندك 273 فيس ديتكت اوتو فوكس بوينتس. معناها لهنا ما عادش عندك اكل كونتراست بيزد الاوتو فوكس في المصوره. يعني تعرفوش اكل هونتك اكليك مره تمشي لهكا وترجع انت مصوره في ساعه. نو هذه فيس ديتكت تكنولوجيا المستعمله في ليسوني ومستعمله زاد في مصورات حديثه اخرين. الفيس ديتكت هذا يخلينا نجموا نحطوا الاي فوكس في الكاميرا. دونك بالطبيعه الكاميرا هذه فيها الاي اوتو فوكس. لو كي تحط لايف مود تنجم تستعمل الاي اوتو فوكس، حاجه باهيه هذه في لي بورتري وحلوه برشا ومزيانه برشا. دونك شنو هو اخر نجم نحكي عليه لهنا في كوتي التصوير؟ بالطبيعه فيها دوال او اتش اس 2 وفيها ماكس شتر سبيد نتاع 1:8000. بالطبيعه السرعه هذه تمكنك بانك تستعمل فتحات كبيره في العدسات نتاعك. بالطبيعه نتعدى زاده للسكرين نتاعها اللي هو
نفس الاكران اللي موجود في النيكون 750 دونك اللي هو 2.1 مليون دوتس بتبيع فيها بلوتوث وفيها واي فاي. ولكن الحاجات الباهيه اللي فريمون انا جبدوا لي انتباهي في المصوره هذه النيكون 780 اللي حطوا فيها التايم لابس انتجري. شمعت التايم لابس انتجري معناها انك تجم تعمل تايم لابس وما تقعدش تهز تصور كلهم هذوكم وتحطهم على البي سي, بل تعمل لك دايركت فايل اللي هو فيوستو تايم لابس, كما مثلا في المصورات الباناسونيك اللي الاوبسيون هذه ياسر حلوه وتمكنك باش فيسه 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 تعمل دي تايم لابس من غير ما تقعد انت تخسلهم وقت في البوست برودكشن. اوبسيون جديده وحلوه برشا في 780, ونحسوا اللي 780 هايبريد اكثر واكثر, وهي ماخذه برشا اوبسيونات من اختها الكبيره زد 6 اللي هي الفوكس ستاكينج وزاد الفوكس بيكينج في الفيديو. دونك بطبيعة نحكي لكم على الفيديو تويكا. دونك السبيكس في الفيديو فريمون حاجه محترمه جدا في 2020 خاصه للمصورات النايكون. تنجم تصور بها فول فريم 4K 30 اف بي اس وفول اتش دي 120 اف بي اس ويد ساوند. معناها لهنا الدي اس ال ار هذيا خلطت للليفل نتاع السوني A7 III. دونك الدي اس ال ار نايكون هذيا خلطت للسوني الفا 3 وتنجم تسجل فول اتش دي 120 اف بي اس, حاجه حلوه برشا خاصه اول مره راها انا في دي اس ال ار نايكون فريمون ويد اوديو زادا. معناها تنجم تستعمل الاوديو معاها بتبيع على هنا, تنجم تستعمل الاكسترنال ريكوردينغ كما تستعمل اتوموس نينجا 5 وتخرج لك 10 بيت مع ان لوج اكسترنالي. دونك هذوما حاجات حلوين ياسر فريمون, مصوره ياسر مزيانه, سوربريز حلوه في العام الجديد مدت هنا نايكون. دونك المصوره هذه سومها 2299 دولار ما يقابل ب 6,400,000 توانسة. نعرف غالية برشا, أما زادة بطبيعة كي باش تجي لتونس المصورة هذه باش يكون سومها أغلى وأغلى وأغلى به. دونك فريمون الخبير هذه متاع اليوم أنا شيخني برشا على خاطر فما تكنولوجيا قاعدة تقدم, المصنعين قاعدين ينتجوا في الميرولس ولكن ما نساوش الدي اس ال ارز. دونك المصورة هذه لشكون أنا نجم ننصح بها ولا لشكون هي ديستيني؟ دونك المصوره هذه ديستيني للبروفيسيونيل والا حتى السمي اماتور اللي هما مازالوا قاعدين في الايكو سيستم نتاع الدي اس ال ارز, خاطر الميرورلس حاليا مازال الايكو سيستم نتاعهم قاعد يتكون ويكبر بشويه بشويه. اما الدي اس ال ارز ديجا العدسات موجودين وتنجم تشريهم في اي بلاصه كوسوا سيكند هاند والا نيو براند نيو. دونك لهنا الدي اس ال ارز مازالوا لاقين حظوظهم حتى في 2020, وذاك علاش زاد الكانون اليوم زاد اعلنت على البري برودكشن نتاع ال1 دي اكس مارك 3. دونك ال1 دي اكس مارك 3 حاجه يوج على الاخر. دونك حسب ما شفت الفيديوهات في الانترنت اليوم فيها 5.5 رو انترنال شوتينج, معناها تنجم تصور رو باللي كارت نتاعك, ولكن يظهر لي تستعمل السي اف كاردز دونك سي اف اكسبريس كاردز. دونك وهذا يزمك هيوج هيوج سبيس في الكارت نتاعك باش نجم تصور رو نتصور انا, وفيها برشا حاجات باهين. وكان تحبوا زاده قولوا لي نعمل لكم سبيكس ريد نتاع الكانون 1 دي اكس مارك 3. دونك ان شاء الله عجبتكم الكام نيوز نتاع اليوم, وقولوا لي اذا كان تحب نعملوا كام نيوز اخرين, وكان عجبكم ستيل هذايا نتاع لي فيديو هذوما الاكسبريس هكايا اكتبوا لي في الكومنتير وقولوا لي زاده شنو تحبوا نتوما تشريو عام 2020 كمصوره. ان شاء الله نخليكم بخير كالعاده والعويد, ونقول لكم اديوس تشاو. Bye-bye.